السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو راح نوضح بخصوص العمل بنظام الإعفاء، لأن كثير من التعليقات جاي تسأل ست سوي لنا فيديو وشرحينا على نظام الإعفاء، رغم أني تقريبا مسوية قبل هذا الفيديو تقريبا فيديوين اثنين ونزلت وشرحت، لكن هسه طلبوه مرة ثالثة. نقول طريقة، طبعا وزارة التربية قررت هاي هذا العام بإعادة العمل بنظام إعفاء الطالب المن للصفوف الغير المنتهية. من هم الصفوف الغير المنتهية؟ فقط الكورسات، الأول متوسط والثاني متوسط والرابع إعدادي والخامس إعدادي، فقط هذني اللي يستحقون نظام الإعفاء. طبعا الصفوف المنتهية ما يستحقون لأن هم وزاري. فقررت الإعفاء فقط فردي، يعني ماكو هالسنة إعفاء عام، مو مثل السنوات السابقة لما كان أكو إعفاء عام وأكو إعفاء فردي، هسه فقط إعفاء فردي. مثلا تنعفي أنت، يعني ينعف الطالب إذا ماخذ درجته من 90 فما فوق، درجته من 90 فما فوق راح ينعفي بالامتحان النهائي، يعني ما يروح يمتحن بآخر السنة، معفي لأن ماخذ 90 فما فوق. إذا 89 لا، حتى لو الدروس كلها إذا 90 عادي يسموه إعفاء فردي، نقول ماكو إعفاء عام. يعني الطالب شنو ما يروح يمتحن بآخر السنة، شلون يحصل المعدل هذه 90؟ معدل طبعا الفصل الأول، الفصل الأول ومعدل يعني النتيجة اللي نصف النصف الأول بالنتيجة ونصف السنة ومعدل الفصل الثاني، يجمعون ثلاثة يقسموهن على ثلاثة تطلع لك درجة السعي السنوي اللي هي هاي تقررك، تقرر أن تروح يعني إعفاء عام أو إعفاء فردي أو ما تنعفي. فقلت لك الفصل الأول درجته والفصل الثاني والفصل الثالث، الفصل الأول والفصل الثاني، يعني الفصل الأول والفصل قصدي يعني نصف السنة والفصل الثاني، الفصل الأول ونصف السنة والفصل الثاني، يجمعون ثلاثة ويقسموهن على ثلاثة تطلع لك درجة السعي السنوي. هاي درجة السعي السنوي إذا من 90 فما فوق يعني تنعفي، ما تروح تمتحن نهائيا بالامتحان النهائي. إذا مثلا 89 أقل لا تمتحن وعادي كأنه امتحان آخر السنة. هو هذا طريقة الإعفاء، العمل بنظام الإعفاء. مثل ما قلنا وزارة التربية قررت هاي السنة أن تعاود نظام العمل بنظام إعفاء الطالب، ومثل ما قلنا الأول متوسط والثاني متوسط والرابع إعدادي والخامس الإعدادي. هذه طريقة أو إعادة العمل بنظام إعفاء الطالب.